السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي يومية نسيمة. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة اللي هي زوينة بزاف للرجيلات، يعني بما اننا على ابواب الصيف كنبغيو رجيلاتنا يكونوا زوينين باش نلبسوا السنادلات او النعايل يبانوا في احسن حلة. هنا بواحد المكونات اللي هما بسيطة وموجودة في كل بيت، وكيف ما كنقول دائما الحاجة الطبيعية، يعني ما عندك ما تخافي منها، الا ما كتنفع راها ما كتضر. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وتجربوها، يعني راه كتعطي واحد النتيجه هائله من اول استعمال. انا بغيت نقول لكم على هذا الصابون البلدي اللي هو بزيت الزيتون والعكر الفاسي، زوين بزاف، انا كنجيبوه معايا من البلاد. هنا غادي نحتاج المكونات الملح اللي هي بحبيبات غليظه كتكون، ونحتاج ملعقه ونصف ديال بابريكا التحميره، وهنا العصير ديال حامضه، وملعقة ديال بيكربونات صوديوم صغيرة تكون. هنا لما تلقيتوش هذا ديال العكر الفاسي ممكنكم تستعملوا هذا او صابون ديال البلدي ديال العبار، هنا ما شاء الله يعني راه موجود في المغرب. يعني هنا غادي ندوز باش نمزج هذا الخليط كله مع بعضه وبعض. اول شيء غادي ندير الملح اللي هي عندي ملعقه كبيره ديال الملح، زدت عليها ملعقه ونصف ديال بابريكا التحميره، وغادي نزيد ديك معلقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم. غادي نخلط النواشف مع بعضها بعض كامله كيف ما كتشوفوا معايا. نبقالي واحد شويه هو زدتو، هنا غادي نعصر ديك عصير ديال الحامضة، هو اللي غادي نخلط به هاد المكونات كلها مع بعض. هنا غادي نزيد عليهم ملعقة ونصف ديال الصابون البلدي، شتو كيف ما كتشوفوا يعني كيكون بهذا اللون الأحمر لأنه فيه العكر الفاسي. انا هنا ما غاديش نحتاج ان نزيد يعني العكر الفاسي يعني او ملون غذائي احمر، يعني هو اللي خصكم تزيدوه، يعني الا ما كانش عندكم هذا اللي بالعكر الفاسي الصابون البلدي، باش هو اللي كيعطي واحد اللون غوز يعني للقديمات. غادي نزيد نعصر داك النصف الاخر تاع الحامضه باش نخلط به كل المكونات. بقاو تخلطوهم مزيان حتى تحصلوا على واحد المكونات اللي كلها متجانسه مع بعضها بعض على هذا الشكل. هذا استعملت هنايا كل هالليمه، انا هذا الماسك كنت يعني مستهونه عليه في الاول، ما كنتش كنستعمله كل مره يعني، واليوم وليت كنستعملو مره في الاسبوع على الاقل، يعني راه كيعطي واحد النتيجه مذهله. هنا غادي نبدي نمصي هكا على الرجل ديالي لانه في دوك الملحه، وديك الملحه يعني كتكون بحال مقشر للرجل، يعني كتعمل واحد التقشير. غنحاول نديرو هكا بحركات دائريه، وفي نفس الوقت راني كندير الماسك كامل للرجيله ديالي. ننصحكم بالتجربه ديالو، يعني راه من اول استعمال غادي تلاحظوا الفرق. وبالنسبه للنساء يعني اللي كيعانيوا بدوك التشققات ولا، راه حتى هو مزيان بزاف ليهم. انا بعد ما كملت درت ليهم البلاستيك او السلوفا يعني تلويهم هكذا، ناخذ القشره ديالي اللي انا مخليتهم هادو غير هكا اللي ماسك نتاع حد هكا رجلين ولا، نلبسهم دابا ونخليهم واحد، يعني راه كيقضي الشغيلات ديالو تاع الدار الكوزينه هكذا، يعني على حسب واحد جوج سوايع هكا جوج سوايع ونص ولا بلا ما كملتي كاع الشغل ديال الدار وتلبس وتكملي ودوشي. وهنايا هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها، يعني فريمون نتيجه رائعه من اول يعني استعمال، غادي يبان لكم الفرق.
نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وخليت لكم الراحه ومع السلامه. فيديو اخر ان شاء الله.